نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذن في حلقة اليوم من دورات تعليم الكهرباء يعني المعمارية أو المنازل، إذن نطرق إلى الشرح الإنارة المزدوجة أو يعني دوبل ليماج. إذن كما راكم تشوفوا هذا هو القطعة، يعني هذه هي القطعات المزدوجة، يعني نتحكموا في يعني مصباحين من مكان واحد. إذن كما راكم تشوفوا رانا وجدنا يعني أشياء اللي نحتاجهم، وجدنا هذه القطعات المزدوجة أو يعني انتربتور دوبل ليماج. إذن كما راكم تشوفوا لهنا عندنا يعني لاليمونطاسيون أو التغذية، خرجنا من الديجونكتور برينسيبال رحنا للديجونكتور سيكوندير اللي هو إينيبولار، وهذا يعني جينا من الكونتور، من الكونتور راح للديجونكتور برينسيبال، من الديجونكتور برينسيبال راح دخل لهذا الديجونكتور في لوحة التوزيع الكهرباء كما راكم تشوفوا لهنا. إذن من الخرجة تاعو رحنا يعني لمفاتيح التوزيع في الطابلون، وخرجنا منا هذا كما راكم تشوفوا بالسلك يعني باللون الاسود راح لعلبات التفرع كما راكم تشوفوا، عندنا الناتر او الحيادي ايضا راح لعلبات التفرع كما راكم تشوفوا لهنا. اذا يعني كما قلت لكم نحتاجوا هذه القطعه ديجونكتور علبه التفرع ومصباحين وحامل مصباحين ايضا يعني دو لامب وهذه العلبة. إذا نبدأ من طريقة الربط ثم بعد ذلك يعني نشوفوا يعني نربط المصابيح الخاصة بنا. إذا طريقة الربط تكون بما يلي كما راكم تشوفوا دائما يعني في الإنارة المزدوجة يعني السيركوي يعني دوبل ليماج دائما نجيبوا ثلاثة أسلاك من علبة التفرع إلى القطعة دوبل ليماج. اذا كما راكم تشوفوا جبنا يعني زوج باللون الازرق والاخر باللون الاسود. اذا هذا باللون الاسود احنا نربطها مع يعني الطور او الفاز اللي تجينا من هذا الديجونكتور في علبه التفرع كما راكم تشوفوا، يعني نربطهم بهذا الشكل يعني باش نجيبوا لفاز الى هذا الانتربتور برك باش يعني نروحوا يعني وحده وحده يعني نروحوا غير بالعقل باش هكذا نفهموا النقاش تاعنا. يعني بقاو لنا زوج زروقة هذو اللي جايين يعني من علبة التفرع. اذا واحد يعني نستعملوا هذا باللون الاسود يروح للمصباح الاولاني باش يكوماندينا هذا المصباح رقم واحد للذكر فقط. يعني هذا المونتاج عادة يكون في غرفة الجلوس أو يعني كي يكون البالكون مع لا شامبر، يعني غرفة الجلوس دائما يعني عادة نلقاوهم عندهم دو لومب، يعني غرف الجلوس الكبرى يعني كي تكون بحجم يعني كبير ندير لهم يعني مصباحين، فبالتالي يعني دي فوا نحتاجو نشعلو واحد و الاخر يكون طافي. اذا كما راكم تشوفوا يعني واحد باللون الازرق اللي جايين من هذا الانتربتور درناها من مع المصباح الاول، ونديروا مع المصباح الثاني يعني السلك الثالث اللي جانا من هذا الانتربتور. اذا بهذا الشكل يعني المصباح باللون عفوا السلك باللون الازرق يروح الى المصباح رقم 2 بهذا الشكل كما راكم تشوفوا لهنا. اذا خلصنا من يعني الانتربتور، يعني بقاونا الحياديين اللي رايحين الى المصباح، دونك نجمعوهم كيف بهذا الشكل، يعني واحد خرج من المصباح هذه وواحد اخر خرج من هذا المصباح، نديروهم كيف بهذا الشكل ونجيبوا النتر او يعني الحيادي اللي جاي من الديجونكتور الى علبة التفرع، يعني نجمعوهم في ثلاثة
معاهم في رحبه باش هكذا كل مصباح يكون عندها النتر او الحيه دي الخاص بها. اذا يعني يكون توصيل بهذا الشكل. اسمحوا لي برك ما فيكسيتوش هذا باسكو خلصوا لي لي زطاش هادو، سي بور سا ما فيكسيت. الان نجيو الى هذا يعني القطيع المزدوجه. اذا لافاس اللي جبناها من ديجونكتور راه حتى العلبه التفرع، بعد جات لهذا الانتربتور يعني تروح للبوان كومون تاع الانتربتور كيما راكم تشوفوا لهنا لهنا عفوا، يعني عنده دو بورني هكذا واحد قدام واحد اخر، نلقاو هذا البورني الثالث. يعني اذا ما عرفتوش وين برونشيو كيما نديرو نستعملو الملتيمتر نديروه يعني باش يصوني في الصفاره، نستعملو بهذا الشكل نديرو واحد. انا نعرف بلي هذا هو البوان كوما، يعني تجينا لافاز لهنا ومن بعد لهنا يكونوا يعني الخرجه تاع لي لامب كيما راكم تشوفوا. اذا ما صوناش نشعل يعني كما راكم تشوفوا راه يصوني ونزيدو الثاني لازم يصونيو في زوج نطفيهم لازم ما يصونيوش. اذا ما صوناش دونك هذا هو هكذا بهذه الطريقه باش تعرفوا يعني الكوما او المشترك لي يجي يعني تجي ليه لافاز ومن بعد يكونوا زوج خرجات كما راكم تشوفوا. يعني نجيبوا لافاز نجيبوه للمشترك او الكومان بهذا الشكل، يبقوني زوج لافرين يعني باش واحد يشعلني المصباح الاولانية والاخر يشعلني المصباح الثاني، دونك يبقاو زوج هادو يروحوا لي دو بورني او لهذا الاقطاب. يعني طريقه سهله بزاف بزاف، ماشي حاجه يعني كبيره كاع. اذا بهذا الشكل الان يبقونا باش يعني نربطوا هذا المصابيح. المصباح الاولاني دايما نحاولوا تنحسوا في هذا السلك باش هكذا ما يخرج السلك، لازم تكبريو كامل. لهنا ايضا تلقاو يعني قطبين، يعني السلك الاول يروح للقطب الاول والقطب الثاني ايضا باش هكذا نكونوا موصلين الطور والحيادي للطرفين بهذا الشكل. الان نوصلوا يعني حبيب المصباح الثاني هي هذا لاكوي. ايضا دائما يعني نبداو بهذا الكاش ثم بعد ذلك يعني ندخلهم بهذا الشكل. اذا الان نرجعوا هذا يعني هذا الحواميل الى مكانهم باش نبداو نربطوا مع المصباح. اذا كما راكم تشوفوا رانا يعني خلصنا من ربط جميع الاشياء. الان يعني نسقمو برك هذا الحاله باش نديرو لي سي هل تمشي ولا ما تمشيش. اذا كما راكم تشوفوا رانا خلصنا كلش وسقمنا اذا كلش، يعني رجعنا الخيوط داخل يعني علبه التفرع. اذا الان ما علينا غير نشعلوا الديجونكتور تاعنا او القطع الرئيسي اللي هو البرينسيبال، ومن بعد نشعلوا قطع الاساسي او الديجونكتور سيكوندير. الان شوفوا هل تمشي الدائره الخاصه بنا ولا ما تمشيش. كما راكم تشوفوا هذا هو دبل ليماج. نبداو نضغطوا على الاولانيه. اذا كما راكم تشوفوا راهي شعله المصباح رقم واحد. الان نشعلوا يعني نضغطوا على
الانتربتور السليم. اذا كما راكم تشوفوا هذا الضم برك عيناه، اسمحوا لنا برك ما لقيناش لمبه واحده اخرى. اذا كما راكم تشوفوا ولا نسيو نبدلوها باش يعني تشوفوا بلي شعلها نورمال. اذا كما راكم تشوفوا رانا يعني لقينا اللمبه واحده اخرى او مصباح واحد اخر. اذا كما راكم تشوفوا نبداو نشعلوا. اذا كما راكم تشوفوا راهي شعل الاولى، نشعلوا الثانيه ونطفيهم كما راكم تشوفوا. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال تكتبونه في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى الحلقه القادمه ان شاء الله.